السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في العدد الرابع من سلسلة الدروس التمهيدية لتلاميذ السنة الرابعة. اليوم خيرتكم لسون اي. هنا نبه للتلاميذ الأعزاء أنه هنايا كيكون عندنا دوبل ال سبقهم لإي، هنايا ما ننطقش هذا الال، ما نقولش ايل خطأ، هنايا نقرأ اي. شوفوا بعض كلك سيلاب هنايا، باغ اكزومبل مع تي هنا تي، غي، ني، غري. الان نشوفوا هذا الصوت في بعض الكلمات. المهم هنا ننبه تلاميذنا الاعزاء بلي هذا لو سون اي سوا في لي نون ولا في لي فيرب ولا توجور نصيب دوبل ال سبقهم هنايا الحرف اي. جو برونونس اي. اون فامي، لي كوكياج، ابيي، بريي. الان كما وعدتكم توجور نديروا بعض الكلمات ونشرحوهم، ونتمنى من الاولياء الاعزاء انهم ما ينساوش الطريقه اللي قلت لكم عليها، هي انه الطفل نشرح له الكلمه يحاول يحفظها يقراها ومن بعد يديرها عن طريق الاملاء سوغ لاردواز. اون فامي نحفظها بلي معناها عائله. هنا لي كوكياج معناتها الاصداف. ابيي معناتها يلبس، هنا فعل هذا ان فيرب. وهنايا بغيي معناتها يلمع. مي كاين كلك زيكسيبسيون وين الاي دوبل ال هذه تتبرونونس، يعني ننطقها إيل. باغ اكزومبل هنايا كلمة ميل، هنايا ما نقراش مي، جو برونونس ميل. هنا ثاني ان مليون، ان مليار، اون فيل، ان فيلاج. جو ريبيت ميل، ان مليون، un milliard, une ville, un village. هذا واش عندي في لاسيونس تاع اليوم. اذا انتظروني في العدد القادم ان شاء الله مع لسون اي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.